بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم السادس من شهر من الشهر الثالث لسنة 2022. كما ترون هنا، أنا الآن في هذا المنحل وسوف أبدأ بتغيير وتنظيف أسفل الصناديق، يعني القاعدة. القاعدة منفصلة عن الصندوق، صندوق التربية، وكثير من النحل يموت في الشتاء. فالآن سأغير القاعدة لكل خلية وأنظف هذه القاعدة جيدا، ثم أرجعها إلى مكانها. وهذه الخلية راح تكون أول خلية أعمل فيها. بسم الله. أنا الآن غيرت القاعدة هنا، أو الجزء السفلي هذا. هذا الجديد، وهذا النحل الميت الذي مات منه طول الشتاء. طبعا هذا كثير، يعني أكيد كم ألف والله أعلم. الآن ما أقوم به، سأنظف هذا المكان وهذه القاعدة. الآن سأضع النحل الميت في هذا الكيس. طبعا هذا النحل كثير، لذلك من الضروري أن تكون الخلية قوية في الخريف، حتى عندما يموت كثير من هذا النحل يبقى هناك عدد كبير للربيع وللانطلاق. طبعا أنا في الشتاء كنت ضيقت فتحة السروح، هذه فتحة السروح أنا ضيقتها في الشتاء. اليوم درجة الحرارة كانت 6، واليوم هو اليوم السادس من الشهر الثالث. الآن أنا هذه أيضا لا نحتاجها الآن، هذه صارت نوعا ما نظيفة، لكن سأعقمها.
أصبحت نظيفة ومحقما. وبهذه الطريقة سأغير كل الخلايا بهذه الطريقة وأنظفها وأعيدها إلى مكانها إن شاء الله. هذه الخلية لأول مرة أفتحها في نهاية الشتاء، لا زال عندنا ثلج ولا زال عندنا برد، ودرجة الحرارة تقريبا 5-6 أو 4-5 فوق الصفر. بسم الله. أنا غيرت القاعدة والآن سأرى المخزون الباقي من الشتاء. بسم الله. هذا النحل متجمع هنا، النحل هذا متجمع هنا، وما شاء الله عنده مخزون كثير من الشتاء. إطار 2-3-4-5. النحل غير متواجد على هذه الإطارات الموجودة هنا، النحل فقط موجود هنا. فأنا الآن سأرفع إطار من هذا المخزون ما شاء الله. هذا كله عسل، لكن هذا العسل عسل السكر، ما شاء الله شبيه جدا بالعسل الأصلي، لكن هذا غير قابل للعسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا غيرت هذه القاعدة قبل قليل، والآن فتحت الخلية لأول مرة منذ الخريف لأرى المخزون الموجود هنا. فما شاء المخزون كثير، كل هذه الخلايا هذه السنة ما كانت قوية، فالحمد لله هذه إطار 1-2-3-4-5 إطارات. النحل يغطي تقريبا 5 إطارات، لكن 5 إطارات أخرى بدون نحل. فأنا الآن سأرفع هذا الإطار وأضع بدل منهم هذا العازل حتى أضيق على الخلية من البرد. هذا عسل السكر، العسل اللي صنعه النحل ليتغذى عليه في الشتاء. بسم الله.
والنحل عندما يجوع، عندما يأكل كل هذا العسل الموجود هنا، سينتقل بعد ذلك إلى هذه الجهة ويأخذ حاجته من هذه. كم هنا نايلو بلاستيك، وأيضا هذا أيضا عازل، وهذا أيضا عازل، فنحلنا لا يبرد أو لا يموت من البرد، لعله من الرطوبة وليس من البرد. أنا سأحتفظ بهذا للنويات وللخلايا الجديدة إن شاء الله، سيكون هذا غذاء للنحل الجديد، لأن لا زال عندنا برد والشتاء لم ينتهي بعد. ثم أفتش وأكشف عن الخلايا الأخرى، فإذا كانت هناك خلية تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى عسل أو إلى سكر، فسأعطيه هذا العسل بدلا من محلول سكري جديد، هذا أفضل.